استمرار المعارك اليوم الثالث على التوالي في الجبهة الشرقية، محاولة استهداف الطائرة ب57. تركوا يا اخي، ايش شباب، ايش شو تركوا يا اخي منه، خلينا نحكي على الضرب قوات. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم، صح هيك يا رب، يا رب يا رب يا احسن، الله يجيرنا يلا روب نكسي كوس. وين هذا النقيب؟ ايش نسوي؟ وهو بيرس يا اخي، ايش عم تستنى؟ لا يا حوي، انضربت وين لا باخذ ضرب يا سياده النقيب. وين راح الصفحه؟ ما بين وراها بجيب 20 متر وسفري ومهدي طلقتين. بارك الله في صاله، صاله في درب على تنزيل. هيك هيك، وين انفجرت؟ وين انفجرت؟ وين حاج تضرب يا زلمه؟ لا باخذ ضربها وين بعد ما وصلت؟ والله كردستان قاعد يضرب اياها، ما نقولش مع نصيب. يا شباب ما بتنزل ولا نهائيا؟ انه صار الضربوه كذا مره، هو صار تعلف المنطقه.